بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 89. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. أول أسئلة هذه الحلقة مجموعة من الأسئلة لأحد الطلاب الدارسين في معهد القرآن الكريم وعلومه بالرياض، هو الأخ أحمد أبو علي من قرية بني حسن التابع لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية في مصر. يسأل عددا من الأسئلة عما يعيشه أهل قريته من الأخطاء وما يحتاجون إليه من التوجيهات. يقول في سؤاله الأول: ما حكم من يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. فالذي يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مرتدا عن دين الإسلام، والدليل على ذلك قوله تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم عليهم بالكفر بعد الإيمان بسبب استهزائهم بآيات الله سبحانه وتعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم بسنته. فالواجب على من فعل شيئا من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل ويدخل في الإسلام من جديد ويحسن العمل ويخاف من هذه الزلة العظيمة، نعم، ويحفظ لسانه، نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: ما حكم الذكر في المسجد بالميل والتصفيق على الأيدي، وما واجب إمام المسجد نحو ذلك؟ هل يمنعه أو يسكت عنه؟ الذكر ليس هو بالتصفيق ولا بالتمايل، وإنما الذكر باللسان وبالقلب وبالأعمال الصالحة. وأما التصفيق هذا من فعل المشركين، كما قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. المكاء هو الصفير والتصدية هي التصفيق، نعم. يقول: عندنا في القرية مبنى من الطين يسمى بالشيخ عيسى أبو سمرة، يأتي إليه بعض الناس بالنذر مثل الشموع، يعني إذا نجح الولد أو شفي المريض. يقول الأهل: يا شيخ عيسى، لو نجح الولد لك دستة شمع. ويأتي بعض الزائرين لهذا المكان ببعض التراب منه يحمله ويضعه في منزله من باب التبرك، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه شرك أكبر، لأنه استغاثة بالأموات وتبرك بالأضرحة تعلق بها، فهو شرك أكبر، لأنه صرف للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى وصرف للنذور لغير الله عز وجل. والعبادات يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، ولا يجوز صرفها لغير الله، فمن صرف شيئا منها لغير الله فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، نعم. في سؤاله الأخير يقول: ما حكم الإسلام في رجل حافظ لكتاب الله عالم به من حيث التجويد، ورغم ذلك يطوف حول القبور ويمشي وراء أصحاب الطرق في شتى البلاد، وهل تجوز الصلاة خلفه إن جاء كي يؤم الناس، وما حكم صلاة المأمومين لو رضوا بذلك؟ الذي يتعلق بالقبور ويستغيث بها ويتبرك بها يكون مشركا بالله الشرك الأكبر، فلا تصح منه صلاة ولا تجوز إمامته للناس حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، نعم. أحسن الله إليكم. السائل سين عين من المدينة يقول: كنت في مزدلفة وأخذني غطة من النعاس، وعندما استيقظت لصلاة الفجر وأردت الوضوء لم أجد معي ومع النساء اللاتي في الحملة إلا ماء قليلا جدا لا يكفي للوضوء كاملا، فأخذت أتيمم فصليت الفجر بذلك التيمم، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. صلاتك غير صحيحة، لأن الماء موجود في مزدلفة ولله الحمد وموزع على جهاتها المواصير ومحلات
أخذ المياه معروفة، وفي دورات مياه مؤمنة بالمياه، فلا بد من إعادة هذه الصلاة لأنكم صليتم بغير طهارة والماء موجود ولكنكم لم تطلبوه ولم تسألوا عنه. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل جيم لام ألف يقول: بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بأن يحرموا من جدة، وآخرون ينكرون ذلك، فما هو وجه الصواب في هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين. النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت لأصحاب الآفاق الذين يقدمون إلى مكة، كل حدد له ميقاتا في جهته، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، فلا يجوز لمن مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يتعداه إلا وهو محرم، فإن تعداه ولم يحرم إلا بعد ما تعداه فقد ترك واجبا من واجبات النسك يجبره بدم، وإن ذكر أو علم قبل أن يحرم فإنه يرجع ويحرم من الميقات الذي تعداه. وجدة ليست ميقاتا إلا لأهله، ومن نوى الحج والعمرة منها فإنها تكون ميقاتا له، قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان منزله دون ذلك فمهله من أهله أو من حيث أنشأ، يعني نوى. أما الذي يمر بالميقات وهو ناو للحج والعمرة فلا يجوز له تجاوزه إلا وهو محرم. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل عين كاف من جمهورية مصر العربية يقول: ما حكم طلب المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو السيدة زينب أو الحسين؟ لا يجوز طلب المدد من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لأن طلب المدد إنما يكون من الله سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فيجوز الاستعانة به فيما يقدر عليه إذا كان حيا حاضرا، إذا كان حيا حاضرا. أما الميت والغائب فإنهما لا يطلب منهما شيء، وإنما يطلب من الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول في سؤاله الثاني: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي بالطبل والزمر والرقص، وما حكم من يسهم مع هؤلاء بالمال تحت اسم تبرع المولد النبوي؟ فإذا تبرع أحد من أهل بلدي هل له أجر أم عليه وزر؟ الاحتفال بالمولد النبوي أو بغيره من الموالد بدعة في الإسلام، ما أنزل الله بها من سلطان، عمل لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من صحابته الكرام ولا القرون المفضلة لصدر هذه الأمة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والواجب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته واتباعه والاقتداء به وترك ما نهى عنه من البدع والمحدثات. وإذا انضاف إلى ذلك الاستغاثة بالرسول أو الاستنجاد بالرسول فهذا شرك إلى بدعة، شرك ينضم إلى بدعة والعياذ بالله. أو صار في هذا الاحتفال ضرب طبول وشرب خمور ومسكرات أو فعل فواحش فهذه زيادة شر على البدعة، آثام وأغلال يتبع بعضها بعضا، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الأخير يقول: ولا يجوز التبرع لهذا العمل المحرم لأنه إعانة على معصية الله ورسوله، قد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم. في سؤاله الأخير يقول: لي أخت تعز علي جدا وفيها والحمد لله خير كثير، ولكن عندما أنهاها عن الحلف بغير الله أو الحلف بالأولياء أو قولها والنبي تصر على ذلك، تقول لي: توكل على الله، أهم شيء النية وهؤلاء صالحون. لا يجوز الحلف بغير الله، لا النبي ولا غير النبي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا يجوز الحلف بغير الله، ومن نهي عن ذلك وبين له ولم يقبل فإنه يكون عاصيا لله ولرسوله ومتعمدا للمخالفة والعياذ بالله. الواجب على المسلم إذا بين له الحق أن يقبله وأن لا يبقى على العوايد والتقليد الأعمى، بل يجب عليه أن يقبل الحق وأن يترك ما هو عليه من المخالفة، قوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل خاء يقول: يدعي بعض
الناس أن القران والإفراد قد نسخ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم أن يتمتعوا، فما رأي فضيلتكم في هذا القول جزاكم الله خيرا؟ هذا قول غير صحيح. الصواب صحة الأنساك الثلاثة، التمتع والقران والإفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابه، وكان منهم المتمتع، وكان منهم القارن، وكان منهم المفرد، ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم. وإنما أمر من أحرموا بالحج قارنين أو مفردين وليس معهم هدي، لم يسوقوا الهدي من الحل، أمرهم أن يتحللوا إلى التمتع، لأن التمتع هو أفضل الأنساك، فهو أرشدهم إلى ما هو الأفضل، أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل علي أحمد من جدة يقول: أريد أن أحج عن والدي أو أجهز من يحج عنهما، فما المشروع لي جزاكم الله خيرا؟ إذا كان والداك ميتين فلا بأس أن تحج عنهما أو أن توكل من يحج عنهما لجواز النيابة في هذه الحالة عن الميت. وكذلك إذا كان والداك حيين ولكن لا يستطيعان الحج لمرض أو هرم، مرض لا يرجى برؤه أو هرم، وهما لم يؤديا فريضة الإسلام، فلا بأس أن تحج عنهما أو أن توكل من يحج عنهما في هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل سعيد السيد يقول: عندنا بعض طلبة العلم ينفون تقصير الثياب ويقولون إنه ليس بواجب، فأرجو من فضيلتكم توضيح الحكم في ذلك توضيحا كاملا، لأن الشباب قد يغترون بمثل قول هؤلاء. تقصير الثياب إلى الكعبين هذا واجب، ونزول الثياب عن الكعبين حرام، إسبال وكبيرة من كبائر الذنوب، قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. قال عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. أما تقصير الثياب فوق الكعبين إلى نصف الساق فهذا لا بأس، لكن الأولى أن يكون الإنسان على ما كان عليه أهل بلده مما لا يخالف السنة. فإذا كان أهل بلده يلبسون إلى الكعبين فإنه يلبس إلى الكعبين لأنهم على سنة، ولا داعي لمخالفتهم في ذلك، ويكون الإنسان قد اشتهر بينهم بالمخالف. وإذا كانوا يلبسون إلى نصف الساق فليلبس مثلهم ولا يخالفهم. نعم. لأن الكل سنة والحمد لله، ما كان إلى نصف الساق وما بين ذلك إلى الكعبين هذا كله سنة، وإنما المحرم ما نزل عن الكعبين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: جاءني بعد صلاة العشاء رجل قال لي: لماذا لم تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ وعندما أردت أن أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد علي بقوله: بلى رسول، بلى عبد السلام النابلسي، نعوذ بالله من ذلك. قال: وعبد السلام هذا ممثل، فما حكم هذا الرجل وهل له توبة؟ علما أنني أعرف أن من سب الرسول فقد كفر وليس له توبة. أولا في شيء من الشرك هذا موضع خلاف بين أهل العلم، قيل إنه جائز لأنه لا محذور فيه، لأنه من كلام الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا محذور فيه، ولكن الصحيح أنه لا يجوز أيضا، لأنه داخل في عموم الرقى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فهو داخل في عموم الرقى، الرقى والتمائم. الصحيح المنع من تعليق التمائم مطلقا سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الأخير: هل القنوت في صلاة الفجر كل يوم سنة، يعني الدعاء في نهاية الصلاة، وما حكم فعله؟ القنوت في صلاة الفجر وفي غيرها من الفرائض إنما يشرع عند النوازل، عندما يحصل للمسلمين نازلة وضائقة من عدوهم ونحو ذلك، فلا بأس أن يقنتوا، أو يستحب لهم أن يقنتوا بدعاء أن يرفع الله عنهم ما نزل بهم. فقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يدعو على أولاس من المشركين آذوا المسلمين، وقنت صلى الله عليه وسلم أيضا يدعو لأناس من المستضعفين بمكة أن يخلصهم الله من أذى المشركين. فإذا كان القنوت من هذا النوع من أجل رفع نازلة نزلت بالمسلمين أو ببعضهم فهو مشروع في صلاة الفجر.
الأجر وفي غيرها من الفرائض. أما إذا لم يكن هناك سبب ولا وليس بالمسلمين نازلة فإن الجماهير من أهل العلم على أنه لا يجوز القنوت في صلاة الفجر، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما وإنما ورد في النوازل خاصة. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة جيم واو من الزلفي تقول في سؤالها الأول: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام، وهل يجوز للمرأة ترديد آية الذكر الحكيم بسرها وهي حائض؟ الحائض تحرم بدون صلاة، تحرم بدون صلاة، والصلاة قبل الإحرام ليست واجبة لا على الحائض ولا على غيره، ولكن الحائض ممنوعة من الصلاة. إذا كانت ممنوعة من الفريضة فمن باب أولى أن تمنع من النافلة، فالحائض تحرم والنفساء تحرم ولكن بدون صلاة، وتلبي ولكن بدون صلاة. وأما أنواع الأذكار كالتهليل والتكبير والتسبيح هذه تأتي بها الحائض، والأوراد الصباحية والمسائية والدعاء هذا تأتي بها الحائض، إنما الخلاف في قراءاتها للقرآن الكريم هل تجوز أو لا، هذا هو موضع الخلاف. أما الأذكار التي ليست قرآنا فلا بأس أن تأتي بها الحائض لأجل حاجتها إليها ولأنها غير ممنوعة من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. تقول في سؤالها الآخر: امرأة نزل عليها الدم وهي في طواف الإفاضة ولم تخبر وليها حتى عادت إلى بلدها، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ الله هو غير صحيح، وهو باق في ذمتها وحجها لم يكمل، فعليها أن تعود يعود بها وليها ومحرمها إلى مكة وتؤدي طواف الإفاضة، تؤدي طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج وهو باق في ذمتها ولا يتم حجها إلا به. وإن كان حصل عليها جماع بهذه الأثناء فإنها يجب عليها أيضا أن تذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء والمساكين في الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل عبد الحميد مرسي يقول في سؤاله الأول: ما حكم من زعم أنه من أتباع الطريقة الصوفية ويتمسك بها ويترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواجب اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك الطرق المحدثة المخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأمر بالعض عليها بالنواجذ، ونهى عن محدثات الأمور، وقال: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الطرق الصوفية محدثة في دين الإسلام، ليست من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفائه الراشدين، ولم تعرف إلا في القرون المتأخرة بعدما فشى الجهل وكثر الشر في الأمة ودخلها الدخيل من الفرق الضالة، جاءوا معهم بهذه المحدثات ومنها طرق التصوف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: ما حكم قراءة القرآن على القبر عند دفن الميت، وهل فعل ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تجوز قراءة القرآن عند الجنازة ولا عند القبر، لأن هذا الشيء لم يرد به دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقرأ على المحتضر، يقرأ على المحتضر الذي في سياق الموت. ورد أنه تقرأ عليه سورة ياسين على ما في السند من مقال، ولكن إذا فعل عند المحتضر فلا بأس، وتركه أولى أيضا. أما بعد ما تخرج روحه فإنه لا يتجوز القراءة عليه، لأن هذا شيء لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى القراءة عند القبور هذا شيء لم يرد. يدخل ضمن هذا القراءة في مجالس العزاء، والقراءة في مجالس العزاء والقراءة لروح الميت، قراءة الفاتحة لروح الميت، كل هذا غير مشروع. المشروع التصدق عن الميت والدعاء له والاستغفار له والحج والعمرة عنه، هذا الذي وردت به الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الأخير: هل يجوز لمن يطوف على القبور يقصد قبور الأولياء أن يكون إماما على الميت الذي يموت، وما حكم صلاته على هذا الميت، هل تجزئ أم لا؟ طواف على القبور هذا عبادة لغير الله عز وجل.
إذا كان يطوف بالقبر تقربا إلى الميت فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، وإن كان يظن أن هذا الطواف لله عز وجل وليس لأجل الميت فإنما هو لله فهو بدعة ووسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله. فلا يجوز الطواف على شيء على وجه الأرض إلا على الكعبة المشرفة. قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق طهر بيتي للطائفين. الطواف إنما يجوز على بيت الله عز وجل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك فلا يطاف على شيء على وجه الأرض، لا على قبور الأولياء ولا مقامات الصالحين ولا الأشجار ولا الأحجار ولا غير ذلك. ومن فعل ذلك فإن كان يتقرب بذلك إلى الميت فهو مشرك الشرك الأكبر، لا تجوز صلاته ولا إمامته ولا أعماله حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. أبو محمد من الرياض بعث سؤالين، يقول في أولهما ما حكم من صلى منفردا خلف الصف، هل صلاته صحيحة أم لا؟ صلاته غير صحيحة لورود النص بذلك. رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف، والفذ هو المنفرد، والواجب على من جاء للصلاة أن يدخل مع المأمومين إن وجد له مكانا، أو يدخل عن يمين الإمام إذا أمكن، فإن لم يمكن هذا ولا هذا فإنه ينتظر إلى أن يدخل من يصلي معه، وهو في انتظاره يكون معذورا والحمد لله. نعم. يقول في سؤاله الآخر لي جار قريب من المسجد يسمع النداء ولا يصلي وهو يزعم أنه مشغول، فما حكم فعله وبماذا تنصحونني تجاهه حيث إني أخشى الحرج من ذلك جزاكم الله خيرا؟ يجب على المسلم أن يصلي مع المسلمين في بيوت الله عز وجل. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وحرق سوى وهم صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة عليهم بالنار، كل هذا مما يدل على وجوب صلاة الجماعة، والعذر ما يكون عذرا إلا إذا كان عذرا شرعيا كالخوف الذي يحول بينه وبين المسجد وكالمرض الذي يقعده عن الذهاب إلى المسجد، الأعذار الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. آخر رسائل الحلقة من الأخت سناء مروان من مصر، تقول في سؤالها الأول هل يجوز للمرأة الذهاب إلى المطاعم؟ المرأة يجب أن تبقى في بيتها ولا تخرج من بيتها إلا لما لا بد لها منه مع التستر والاحتشام، ومن ذلك الأكل تأكله في بيتها، وإذا احتاجت إلى شراء طعام من المطعم فلترسل من يشتري لها أو تشتري هي وتأكله في بيتها، ولا تجلس تأكل في المطعم لأن ذلك يعرضها إلى كشف الحجاب، وربما يعرضها إلى الاختلاط بالرجال، وربما يهون عليها الخروج من البيت لغير حاجة وغير ذلك من المحاذير. فالمرأة أصل أن تبقى في بيتها لأن هذا أحفظ لها وأحوط لها، ولا تخرج إلا لحاجة لا بد منها مع التزام الحياة والستر والبعد عن الاختلاط. نعم. فضيلة الشيخ قد ينازع في هذا كثير من أصحاب الأقلام والمقالات. نعم علينا من الأقلام ولا علينا من سنة الرسول. المقصود أنا أقصد أن المسألة كيف نوجه يعني الأخت المسلمة والرجل المسلم إلى هذا يعني. بالتزام كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف هذه الأمة، هذا الذي نوجههم إليه، وإن خالفهم من خالف. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت سناء مروان جل وعلا يقول لنساء نبيه وهن أفضل نساء، يقول وقرن في بيوتكن، والقرار في البيوت هو البقاء فيها، فإذا كان هذا في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أزكى نساء العالمين فإن غيرهن من باب أولى أن تقر في بيتها. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤالها الأخير تقول ما حكم رسم الصور ذوات أرواح وغيرها من أجل تقريب المثال أو القصص لأذهان الأطفال، وهل صحيح أن الحيوانات مثل الإنسان فيجوز تشبيه الإنسان بالحيوان جزاكم الله خير؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله عز وجل، والأحاديث في هذا كثيرة، فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح من حيوانات أو آدميين أو
الطيور أو غير ذلك، كل ما فيه روح يدخل في هذا الوعيد وهذا النهي وهذه اللعنة على من فعله. وتوضيح المعلومات يكون بغير التصوير، ما زال المسلمون يعلمون أولادهم وغيرهم بدون استعمال الصور والتصوير، وقد حصلوا من العلم على ما لم يحصل عليه غيرهم من الأمم، وهم لا يصورون هذه الصور. نعم. تشبيه الإنسان بالحيوان شيء. الله كرم بني آدم فلا يشبه الإنسان بالحيوان، ولا يجوز للإنسان أن يتشبه أيضا بالحيوانات. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. ونحن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج الدائم: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. وفي الختام، هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت ناصر الجريسي، والسلام عليكم.